السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم سي بي سي بنا. سعيده بلقياكم من جديد، سعيده بتواجدي في قناه سي بي سي بنا، وسعيده جدا بتواجدي في دوله الجزائر الشقيقه. كيف ما انا فريمون كنبغي الجزائر والجزائريين، اليوم جبت لكم طبق وتحليه او طبق وديسير. عندنا ديسير اللي هو تيراميسو، غادي تشوفوه معنا على طريقتي، وعندنا دجاج بالفلفله والكمون. كما كنقولوا بواحد المقوله مغربيه، كيقولوا دجاجه بكمونه. واليوم عندنا كذلك معلقه ديال السمن. فاحنا بالنسبه لنا في المغرب نورمالمون السمن ديال المغرب حنا نديرو راس المعلقه، لان السمن ديال المغرب كيكون مجهد بزاف، يعني غير راس المعلقه كيعطيك. بما انني متواجده في الجزائر ويعني السمن ديالكم هكا خص نديرو منه كثير باش كيعطي اللذه، كل واحد على حساب القدر ديالو. كاين اللي كيبغي يعاود السمن مجهد يقدر يزيد، كاين اللي كيبغي هاكا نسمه السمن تكون خفيفه، كلها على حسب. لكن هذا الطبق هذا اكيد كيتناسج وكيجي لذيذ. نحركوا هاد المكونات هادو. الدجاج ديالنا ديروه على هاد، يمكن لكم الا بغيتوا تبدلوا مثلا ديروا هكا دجاجه كامله، اولا الفخا دجاج، اولا انا اختاريت هكا هاد القطع ديال الدجاج. مي نتوما ليكم كاس شبر او كاسونس ديال على حسب لا كونتيتي اللي عندنا ديال هنا. هذه لا كريم فريش او لا كريم فريش ليكيد او الكريمه السائله اللي هي موجوده عندنا. القهوه يعني نقدروا نختاروا القهوه السريعه الذوبان او هكا ناخذ قهوه يعني نطلعوها. انا نختار انني ناخذ قهوه طبيعيه
ونغليها هكا كما نقولوا في الكوكوط ديال القهوه باش كتعطي نسمه اكثر. يمكن نسموها باش ما بغينا بالفاني او بالكراميل باش ما بغينا. عندنا لي بودوار، هذا هو البسكوي باش نخدمه، وعندنا الكراميل ليكيد، بودره الشوكولا، الفخيز او الفراوله مقطعه على هذا الشكل اللي غنزينوا بها، وكذلك نديروا شرائح هكا الوسط. عندنا 50 غرام ديال السكر سنيده، فوالا. نمرقوا على الدجاج ديالنا، خليوه كيطيب، ونمشيو نوجدوا تحليه على حرارة. فوالا، ناخذ اناء بحال هذا، والافضل يكون هكا يعني اناء كبير على حساب باش نخدمه على خاطرنا. نبدا فيها التطريب حتى نكمل مع في الطنجره ديالي، حيت منين غنبدا التطريب ما خصنيش نوقف عليها. كيف ما كنعرفوا لا كريم الا بديتي التطريب ووقفت عليها كطيح وما تكونش سخونه، يعني ضروري قبل ما نستعملوها نحطوها في الثلاجه ساعه. قبل ما نبداو كنبداو بالدرجات، يعني كنبداو بالدرجه الاولى حتى كتبدا لا كريم ديالنا تعقد، وحنا غادي نطالعين كيف ما عندنا الدرجات هكا في الباطور ديالنا. دونك حنا خاصنا نمشيو معها هكا درجات. Thank you.
كذلك يمكن لكم تخدموها بأبيض البيض، لكن أنا كنفضل الكريمة اللي هي كتجي أحسن. ونبداو هكا وحنا طالعين. كيف شفتوا معانا حنا خدامين وحنا كندوروا هكا حتى لذوك الجوانب ديال الاناء باش الكريمه ديالنا تخدم كامله، يعني ما نعولوش نشدوا غير هكا الوسط ونتسناو. دونك خاصنا نبقاو هكا كنحركوا الباطوغ ديالنا باش تخدم لنا لا كريم كامله. ها هي كنطلعوها حتى كتولي بحال الجبنه، يعني تكون عاقده حتى كتبدا تعطينا واحد هكا كيبدا كتبدا تعطينا لاطراس ديال الباطو، يعني كيف ما حنا كندورو كيبقى داك لاطراس مورا. دونك كنعرفوها هي طالعه مزيانه على هذا الشكل هذا بحال هكا.
الفلفلة ديالي اللي كنت موجداها من قبل، فلفلة مشوية ومقطعة شرائح على هذا الشكل هذه. بما ان الدجاج بالكامون هو ضروري خصها تكون فاصل ونرجع لنهاية الأطباق. مشاهدينا هذو هما الأطباق ديالنا، كيف ما شفتوا معنا التيراميسو درتها على هذا الشكل هذا. كيف قلت انتم يمكن لكم تقدموها هكا في كؤوس او لا هكا يعني على شكل ان بيرسون، مي انا درت لها على شكل غاتو بتزين. انا زينت بالفخيز بما ان فيه الفخيز او الفراوله الداخل، زينت بالفخيز. يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتوا. بالنسبه للدجاج بالفلفله والكمون هو هذا، من بعد ما كيطيب ها هو كنحطوا ليه ديك الفلفله من الفوق، كنزينوه بالحامض او